واللي جاتو شي حاجه حمضه يقلب التلفازه، التلفازه ما فيهاش غير القناه الثانيه والاولى، كاينه بزاف القنوات، وكاينه الرابعه الثقافيه، وكاينه السادسه. تفرج طفي وشي قرا كتاب ودير الخير في راسك وفي الامه. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 اضحك. يا انا مغربي وهذه التلفازه ديال بلادي وتلفازه رسميه. كاين اللي قال لك مثلا ان الناس كيشدوهم في الفطور وكيفطروا غير باش ما يسمعوش النضيق ديال بعضياتهم. الدراما البسيطه الاقل تعقيدا هي اللي كتجيب اكبر عدد من المشاهدات، يعني تزوج طلق حمل ولد التناسل هو اللي كيجيب مشاهدات اكثر. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتلقى دعم من المال العمومي، مما يعني أنه يتم دعم هذه الشركة من جيوب كل المواطنين المغاربة. لكن بالتحديد إذا كنت كمستهلك للكهرباء مصنف ضمن الشطر الرابع والخامس، فأنت تدفع شهريا 55 درهم دعم للقنوات العمومية. أو اللي وصل الشطر الرابع وعطى 55 درهم لدعم الفضاء السمعي البصري لا حرج فيه، هذا إعلام وطني. بغيت لك عين عليه مومن، بغيت لك العاذر وعين القادوس وطيطة، وبغيت ليامات الأخرى ديالك إن شاء الله تدوزها في السنترال تاع قنيطرة. هذا بالإضافة إلى أموال الإشهارات التي لا تحترم المواطن المغربي، إعلانات الحفاظات في وقت الإفطار. يا سلام، المهم يدخلوا الفلوس. الطعام والحلاوة دي أقسم بالله الأكل تاعك يا كباع. ومرن للغاية، ما عليك سوى إدخال ساقي طفلك ورق. القرف تاع جدعان، في إيه؟ بغينا التلفازه بدار بحال اللي كنشوفوه عند الناس واعطيونا الفلوس. الانتاجات الرمضانيه لهذه السنه كلفت اكثر من 20 مليار من الاموال العموميه. كل مسلسل او سيتكوم يشاهده المغاربه يكلف ما معدله ازيد من مليار. فمثلا مسلسل زينه الحياه الذي انتجه نبيل عيوش سنه 2011 كلف تقريبا 2 مليار. فكم تكلف المسلسلات اليوم في رايك؟ يؤكد العريشي انه يحتاج الى 75 مليون درهم وليس سنتيم لإنتاج مسلسل واحد من 30 حلقة. والمشكل الكبير ليس هنا، المشكل ليس في التكلفة بقدر ما هو في الجودة، والسبب ليس التكلفة بل الاختيار، حيث يتم الاعتماد على معيار المحسوبية والزبونية وليس الإبداع. مثلا وحسب موقع لكم، هناك مسلسل سيعرض السنة القادمة خصص له 1,200,000,000. ومن كتبه في رأيك؟ كتبته شقيقة مديرة مديرية البرمجة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. جميل. أختها تكتب وهي تختار وتمرر للإنتاج بملايير الشعب. شيء كيدبر على شيء، والمنتوج في النهاية رديء، أما المبدع الموهوب فيأكل التراب. المحسوبية والزبونية والاحتكار لا تتوقف عند اختيار الأعمال، بل أيضا عند اختيار الشركات التي ستنتج هذه الأعمال. حسب مواقع صحفية مغربية كبيرة، هناك ثلاث شركات تتقاسم كعكة الدعم العمومي كل سنة فيما بينها. تفوز شركات الإنتاج هذه كل سنة بنفس العروض رغم انتقادات المواطنين. فمثلا شركة عليان للإنتاج لمالكها نبيل عيوش هي المهيمنة على الكثير مما يعرض على التلفزيون المغربي من برامج ومسلسلات وستكومات وغيرها. فابن الملياردير عيوش الذي لا يحظى أبدا بشعبية بين المغاربة يمرر رسائل وأفكار غبية تثير سخط المغاربة دائما عبر ما ينتجه للتلفزيون، كما يساعد على رفع حموضة معدة المغاربة عبر الكوميديا السخيفة التي يقدمها مقابل الملايير من جيوب دافعي الضرائب. ورغم أن أغلبية الشعب لا تريد هذا الشخص، إلا أن التلفزيون العمومي يتعامل معه دائما، بل شركته تسيطر على أغلب الإنتاجات. والمغاربة يتابعون تلك الأعمال وتلك الإنتاجات مضطرين، لأنها الإنتاجات المغربية الوحيدة الموجودة في الساحة، لا يوجد بديل، وبعضهم لا يشاهدها أصلا، يهرب للسوشال ميديا كما هربت أنت وجئت لتشاهد هذه الحلقة في قناة كفاح مثلا. فيصل العريشي موظف بصلاحيات وزير إمبراطور التلفزة المغربية، يرأس هذه المؤسسة العمومية منذ 22 سنة. استطاع إقناع المؤسسة الملكية ببقائه في منصبه سنة 2011 رغم احتجاجات 20 فبراير التي كانت تطالب بتغيير عدد من المسؤولين من بينهم فيصل العريشي. الرجل يجمع بين عدة مناصب، رئيس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية سورياد والجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. ما علاقة كل هذه المجالات ببعضها البعض؟ الله أعلم. هل يوجد شح في الموارد البشرية لدرجة تقلد شخص واحد
كل هذه المناصب رغم وجود كفاءات تعيش البطالة والعطالة. وفي رأيي ورأي غيري هذا الشخص ما مطفره في حتى شي منصب، مع العلم أنه لو ركز مع منصب واحد فقط فربما يمكن أن يكون الوضع أفضل. يتهم هذا الرجل بعدم حل مشاكل بعض الصحفيين. أنا هذا السيد فيصل العريشي أنا كلاني في رزقي، أنا خدمت معه وما خلصنيش، هذا فيصل العريشي. كما أنه اتهم بأنه ساهم في صنع راض الليلي الذي يسب الآن المغرب من الخارج، لأنه لم يقم بحل مشكل هذا الصحفي الذي ظل يناشد ويترجى من أجل حل مشكلته دون أي استجابة. مشاكل ماشي دارهم لي غير ليا، إلا كتذكر واحد يقول له راضي الليلي كان صحفي صيفطو دار اللجوء السياسي في فرنسا ولا يسب المغرب فتوعته جرى عليه هذاك راضي الليلي ولد يقول ما يمكن يقدم الأخبار حتى هو ما قالوا عطيني غير شي تعويضات. السيد ما ترفع عليه تكبر عليه لين 20 عام وانت في الحكم راك يتغيروا المفاهيم القيم العقل. ورغم احتجاجات الصحفيين عليه اكثر من مره لكنه باق لا يتغير، يدافع عن بث المسلسلات التركيه الرخيصه منها على القناه الثانيه وغيرها، ومبرره هو ان القناه في ازمه رغم انها تتجه نحو الافلاس في عهده هو وتحت تسييره هو. هي للعجب حقيقه اخرى اكتشفتها اثناء عمل مونتاج للفيديو. فيصل العريشي يتقاضى أجر 15 مليون شهريا وهو أجر أكبر من أجر رئيس الحكومة. يا سلام خليها بيناتنا. كل بلاد عندها بوتفليقة ديالها، وبوتفليقة ديال المغرب هو فيصل العريشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. فيصل العريشي اللي هو في نفس الوقت ايضا مدير القطب العمومي، رئيس الجامعه الملكيه للتنس، رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه، الرئيس المنتدب للمهرجان السينما بمراكش، وما قالوا ان شاء الله غير يكون رئيس المريخ الى اخره. مسلسلات وبرامج تحس وكانها من اجل ملء الفراغ فقط لكي لا ينقطع البث. لا فلاش باك، لا عقده، لا حبكه دراميه، ما كاين حتى شي حاجه، كاينه غير شعل الضوء في الضوء، نوض انت قعد انت. باش يعمروا كتحس على ان الممثل داخل كيقول اي حاجه، وكتحس على انه الحلقه غير باغيينها تدوز باللي كان غير دوي انت قول اللي بغيت